في موضوع آخر، كشف جهاز أمن الدولة الأوكرانية عن أدلة جديدة على جرائم الحرب التي ارتكبها الكريملين في إقليم الدنباس، ويتعلق الأمر بمحادثات المرتزقة الروس التابعين لما يسمى مؤسسة فاغنر العسكرية الخاص، وبالأخص حول الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الروسي خلال اقتحام منطقة ديبالتسيفا في فبراير 2015. رئيس التشكيلة العسكرية ديمتري أوتكين أمر أنذاك، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الروسية واسمه الحركي فاغنر، أمر بإخلاء مواقع المراقبة التي دمرتها قوات عملية مكافحة الإرهاب، تاركا وراءه معدات عسكرية روسية حديثة. أعتقد أن هذه الدبابة احترقت هناك، من المهم إزالة هذه المواقع.